بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيدي يا صاحب الزمان، في أي مكان وفي أي بقعة حللت الآن، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجلا من أهل بيتي ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. هناك من يتعامل مع قضية إمامنا المهدي كما تعامل البعض مع الحسين بن علي سلام الله تعالى عليه في عام 61 للهجرة، مع أنهم يعرفون بأن الحسين هو سبط رسول الله صلى الله عليه وآله، مع أنهم يعرفون بأن الإمام الحسين عليه السلام هو سبط النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، مع أنهم يعلمون بأن الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه هو الذي قال بحقه رسول الله حسين مني وأنا من حسين، مع أنهم يعرفون بأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا، وهم يعرفون بأن الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه إمام واجب إطاعته مفترض الطاعة، لكن على الرغم من كل ذلك لم ينصروه ولم يقفوا إلى جانبه ولم يتحدوا العالم لكي يكونوا في صفه، بل أن بعضهم قال خرج على إمام زمانه فقتل بسيف جده. من هو إمام زمانه؟ قالوا يزيد بن معاوية. ومن الذي جعل يزيد إمام زمان الحسين عليه السلام؟ لا يمكن لك أن تحصل على إجابة. إذن هناك من يتعامل مع إمامنا المهدي كما تعامل البعض مع ثورة الحسين ومع الحسين سلام الله تعالى عليه، مع علمهم بإمامته، مع إقرارهم بإمامته، إلا أنهم خذلوه ولم ينصروه ولم يفكروا حتى بالوقوف معه. وهنا نسأل هذا السؤال، وأنت أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، هل تتعاملون مع إمامكم المهدي كما تعامل حبيب وزهير والحر وبرير وجون وعابس مع إمامهم الحسين سلام الله تعالى عليه، أم أننا نتعامل كما تعامل البعض مع الحسين عندما خرجوا من ركبه، مع أنهم يعرفون بأن هذا الذي أمامهم هو سبط رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الذي قال في حقه رسول الله حسين مني وأنا من حسين، والحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا؟ لابد علينا أن نفكر جيدا نحن كيف نتعامل مع إمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هل نحن من أنصاره؟ هل نحن من شيعته؟ هل نحن من محبيه؟ هل نحن من الذائبين فيه؟ هل نحن من المخلصين له؟ هل نحن من الذين حقا ننتظر قدومه؟ ما هي مشاعرنا تجاه إمامنا المهدي؟ ما هي أفكارنا؟ ما هي أحلامنا؟ ما هي أمانينا؟ كيف نتعامل مع إمامنا المهدي؟ لابد علينا أن نختار. هو موقف واحد،
إما أن نكون من أولئك الذين أقروا بإمامته وكان عملهم طبق ما يعلمون، أم أننا نعلم بإمام زماننا ونعترف بإمامته ولكننا لا نعمل على أساس ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي جعل الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أيكم أحسن عملا بماذا يا مؤمن؟ بماذا يا مؤمنة؟ أيكم أحسن عملا؟ هنا لابد علينا الصنف الآخر، يتعاملون مع إمامهم المهدي من منطلق المعرفة التامة مع علمهم بإمامته، يقولون له مباشرة: لا يمكننا أن نلتحق بك. هؤلاء الذين غلبت عليهم شهواتهم وغلبت عليهم مصالحهم وغلب عليهم حب الدنيا، وحب الدنيا رأس كل خطيئة، وأي خطيئة أعظم من أن لا تكون ناصرا لإمامك المهدي، أن لا تكون عونا لإمامك المنتظر، أن لا تكون صوتا من أصوات الحق في زمن الإمام المهدي وفي غيبة الإمام المهدي وفي كل وقت ندعي بأننا من شيعة المهدي. هناك من يقول للإمام صاحب الزمان: سامحنا يا ابن رسول الله، لنا تجارة، لنا أولاد، لنا زوجة، لنا حياة، ولا يمكن لنا أن نخوض معك، ولا يمكن لنا أن نكون معك. سامحنا يا ابن رسول الله، إن تريد مال أعطيناك، إن تريد سلاح جهزناك، ولكننا لن نقاتل معك. لماذا؟ يقولون: لأننا نخاف الموت. هذه الحياة هي الحياة الجميلة، وهي الحياة الزاهرة بالخيرات، أما الموت فهو مخيف جدا. ولكنهم نسوا بأن هذه الدنيا دار ممر لا دار مقر، والآخرة خير من الدنيا، والآخرة خير وأبقى. لهذا نسوا كل ذلك فابتعدوا عن إمام زمانهم، غرتهم الدنيا بزخارفها وزبرجها، فاحتضنوا الدنيا وتركوا الآخرة بتركهم لإمام زمانهم. يخافون على مصالحهم، يخافون على أموالهم، يخافون على ممتلكاتهم. لهذا حتى أن بعضا قلبا يتمنون عدم ظهور الإمام، لأن ذلك سيعود عليهم بالخسران، فهم خائفون وجلون من ظهور الإمام سلام الله تعالى عليه. أيها العزيز، فكر جيدا، فكر بعقلك جيدا، وفكر بقلبك جيدا. كيف ننتظر إمامنا المهدي؟ كيف ننتظر إمامنا المهدي؟ هل نحن حقا متأهبون مستعدون لنصرته ولقدومه؟ وقسم ثالث يقول عنهم إمامنا زين العابدين سلام الله تعالى عليه: إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته المنتظرين لظهوره أفضل من كل أهل زمان. هؤلاء هم أنصار المهدي، هؤلاء هم أحباب المهدي، هؤلاء هم جنود المهدي. وتسأل أيها العزيز: لماذا؟ أقول: لأنهم المتأهبون لنصرته، لأنهم القابضون على أسلحتهم، يستعدون للخروج لكي يكونوا صفا واحدا مع إمامهم المهدي من آل محمد. هؤلاء الذين يقولون في دعائهم: ونصرتي لكم معدة،
في كل لحظة هم جاهزون، في كل يوم هم ينتظرون، في كل ليلة هم متأهبون، ينادون بقلوبهم وأرواحهم بكل وجودهم: اللهم عجل لوليك الفرج. فنحن بانتظارك يا ابن رسول الله، ونحن جاهزون لنصرتك. هؤلاء هم يعبر عنهم إمامنا زين العابدين أفضل من كل أهل زمان. لماذا؟ لأنهم يعملون على ذلك، هم يريدون أن يكونوا من ضمن أنصاره وأعوانه. أيها المؤمن، أيتها المؤمنة، فكروا جيدا هذه الليلة، مع أي الأصناف أنتم؟ مع الذين يعرفون إمام زمانهم ولكنهم فضلوا الهروب، أما أولئك الذين يقولون له صراحة: لا يمكننا أن نكون من ضمن أنصارك؟ أما أولئك المنتظرين الذين هم للإمام المهدي منتظرون وجاهزون لتلبية ذلك النداء، عندما ينادي المنادي: قد خرج المهدي من آل محمد، وتعلو الصيحة في السماء: يا علي، أنت وشيعتك هم الفائزون. دعونا نفكر، هل نحن جاهزون حقا؟ هل نحن متأهبون حقا؟ كيف يمكن لنا ذلك؟ أولا، لابد علينا أن نتيقن بأن الظهور قريب إن شاء الله. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، لابد علينا أن نوطن هذه النفس ونهيئ هذه النفس لاستقباله. كيف ذلك؟ علينا أن نهذبها، علينا أن نربيها، علينا أن نجاهد هذه النفس ونحارب أهواءنا وشهواتنا ورغباتنا، علينا أن نتقاتل مع ذنوبنا، علينا أن نستعد عندما يأتي إمامنا المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. إمامنا لا ينشغل بنا ولا ينشغل بإصلاح ذواتنا وأنفسنا، وإنما نكون معه مباشرة لنحيي هذه الأرض من جديد، ونحيي رسالة السماء من جديد، ونحيي تعاليم الدين من جديد، ونرفع عاليا راية لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله. كونوا من المنتظرين، وكونوا من المستعدين، كونوا من المتأهبين، كونوا من الذين يرفعون راية المهدي في كل مكان. وكلما نظر إليكم أحد ما قال: هذا من جند المهدي. هنيئا لكم، هنيئا لمن يستعد، هنيئا لمن يتأهب، هنيئا لمن قد جهز نفسه لاستقبال المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. هل نحن مستعدون حقا؟ هل نحن جاهزون؟ فلنفكر كل يوم بهذا الأمر. أيها الأحبة، بقية الله خير لكم.